عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. بسم الله وعلى بركة الله ينطلق الشوط الثاني وهو الأول، الشوط الرئيسي للقيل الواحد الفطامين الصعوبة الذي لم يسبق لها الاشتراك إلا هذا الصباح إلا 1200 متر هي مسافة الاختبار. انتابع وانتواصل مع الانطلاقة لنفتتح الإذاعة مع معاند محمد بن حمد بن سعيد الدرعية المركز الثاني. انتابع مشكور عبد الله محمد بن يوعان الجنيبي المركز الثالث، الشاهين حمدان بن سعيد بن خليفة الدرعية المركز الرابع. عندنا هناك نتواصل مع الشعارات والأسامي ونعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة، نعود متابعينا الكرام إلى معاند محمد بن حمد بن سعيد الدرعية. يا سلام يا الحضور والإبداع. بينما المركز الثاني مشكور عبد الله محمد بن يوعان الجنيبية، الله الله، التدخلات قادمة، التدخلات واردة متابعينا الكرام. خلونا نعود مع ابو علي. يا سلام شاهين حمد بن صغير بن ناصر الدرعية، سلام ابو علي، سلام لي من وراء مع ابو بذرة. ها هو شاهين ينتزع الصدارة، ينتزع المقدمة. خلونا هنا مع الحضور والابداع، الحمد بن صغير الدرعية، سلام ابو علي، سلام سلام قروب العزبة، سلام والناموس يا ابو علي على هذا الانجاز، الناموس الحمد بن صغير الدرعية. التوقيت يتحطم تحت اقدام شاهين مشاهدينا الكرام، التوقيت يتحطم تحت اقدام فارس. الو فارس، طبعا الحمد بن صغير الدرعي ينحدر من فارس العاصفة. التوقيت دقيقة 46 ثانية 18 جزما الثانية، التوقيت يتحطم متابعينا الكرام. الناموس الحمد بن صغير الدرعي واخوانه على هذا الانجاز، والناموس يثويني.